السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وفي وصفه جديده وفي نهار جديد. ودائما بنياتي تحياتي لكم كبيره داخل الوطن وخارج الوطن، كلكم بنياتي المتبعات ديالي الغاليات، كنحبكم وكنموت عليكم بنياتي. وقبل ما نبدا ان شاء الله الوصفه بنياتي، لا باس اللي ما مشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس لياتيه الجديد، وما ينساش لايك الفيديو بطبيعه الحال ويبارطاجي الوصفه مع الناس اللي محتاجين هذه الوصفه. هذه الوصفه تحت طلب المتتبعين والمتتبعات، هذه الوصفه لعلاج العقيدات او الاكياس اللي كتكون في الغده الدرقيه. وهذه الوصفه ماشي كتعالج العقيدات او الاكياس اللي في الغده الدرقيه، بل تعالج اي اكياس موجوده في الجسم، يعني موجوده في الثدي، موجوده في المبايض، موجوده في الرحم، موجوده في اي منطقه. هاد الاكياس او الكرات كما كنقولوا، او الولسيس بالعاميه كنقول الولسيس في اي منطقه في الجسم ديالنا، هاد الوصفه راه ناجحه ومجربه وكتعالج هاد المشكل من جذوره. غير بغيت نقول لكم ابنياتي، هاد الوصفه كتبغيها تبعيها من الاول حتى الاخر، كتبغي تبعي التحضير ديالها كيفاش، لان لما حضرتيهاش كيما وريتكم انايا وكيفاش غتطبقوها يعني تستعملوها لراسكم، ما غتنجحش لكم الوصفه، لان الوصفه كتبغي تحضير كيف الطريقه اللي غنوريكم، وايضا حتى كيفاش تستعملوها والمده اللي كيفاش غتستعملوها والكميه اللي غديروا، لان خصكم تردوا البال. هذه الوصفه راها يعني التحضير ديالها والاستعمال ديالها قوى من المكونات ديالها، يعني النجاح ديالها هي هذا التحضير ديالها والاستعمال ديالها، هي النجاح ديالها ماشي المكونات. المكونات راه سهلين في اي مطبخ، كاينين كديروهم اي سهلين، يعني خاصكم تبعوا النصائح اللي غنقول لكم والطريقه اللي كيفاش غتصاوبوا الوصفه باش تنجح لكم وغاش يبقى عندكم نهائيا. وخا يقول لكم الطبيب غديروا عمليه وتحيد العقودات، تجربوا هاد الوصفه هي الاولى، وان شاء الله ما غتبقاوش ديروا لها عمليه لا والو. اي كيس عندكم في الجسم ديالكم، اي كيس في الجسم ديالكم في اي منطقه كتعالجوا، غير ديروا الوصفه ان شاء الله، وغادي ان شاء الله تلقاو النجاح ديالها، وتابعوا الوصفه من اول الى الاخر. غنبداو ان شاء الله بالمكونات. المكون الرئيسي هو الثوم الاحمر، هو الثوم الاحمر كتجيبيه، راه موجود الثوم الاحمر، هذا هو المكون الرئيسي ديال هذه الوصفه السحريه المضمونه ان شاء الله لهذا المشكل. المكون الثاني هو الحامض، الليمون الحامض، ليمون حامض، او حنا كنقولوا كوبال، كلش كيقول لي ليمون، حنا كنقولوا الحامض، الليمون الحامض كما كان اخضر ولا اصفر كما كان، غير يكون فيه الماء، يعني كثير هذا الحامض الاخضر راه كيكون مركز، فيه الماء مركز ومزيان. هذا هو اللي غنحتاجو، وان شاء الله غنحتاجو واحد القنينه، قنينه اللي غتكون معقمه، بحال هكا قنينه معقمه اللي غنحتاجو في هذه المكونات. وتابعوا معايا ان شاء الله الطريقه، وانتي وركزوا معايا لان الطريقه مهمه جدا. بسم الله على بركه الله، نبداو ان شاء الله بالطريقه. الطريقه غناخذوا 40 فص ديال الثوم الاحمر، 40 حبه بحال هذا الشكل، غناخذهم ونقشرهم بحال هذا الشكل، نقشروهم كاملين بحال هكا، نحيدوا لهم هاد القشور ديالهم بحال هكايا، صافي كنحيدوا القشور كاملين حتى كنكملوا 40 فص. ملي غنكملو 40 فص غناخدو الحامض وغنعصرو في هاد العصره اللي كنعصرو فيها البرتقال والحامض، غنعصرو الكميه اللي غادي تكدنا. غنشدو هاد ان شاء الله هاد الفص، ها نتوما غنشدو هاد القرعه اللي غتكون معقمه، ها هي اش غنديرو وليداتي. بعد ما غنقيو كامل هاد 40 فص بحال هكايا، غنحيدو ليه هاد القشره ديالتها بحال هكايا، نحيدو كلها، ما نخليوش القشره نهائيا بحال هكايا، 40 ونحسبوا 40 فص. انا ما غنديش ندير 40، نتوما غديروا 40، غتحسبوا انا ما عنديش 40 كامله، وغنديرها ان شاء الله في هاد القرعه اللي كتكون معقمه بحال هكايا. ها هما غندير هاد 40 فص، حسبوا معايا بنياتي 40 فص. غنكمل هادو وغنرجع لكم.
بعد ما غنديروا هاد 40 فص ان شاء الله ديال الثوم في هاد القرعه اللي كتكون معقنينه كتكون معقمه، غناخذوا هاد الحامض وغنعصروه. ملي غنعصروه غادي ان شاء الله هانتوما كتشوفوا انا عصرته قبل من ورا الكاميرا باش ما نطولش عليكم، وغنصبوا على هاد الثوم الاحمر، غنصبوا عليه وغنبقى نعصر حتى نعمر عليه، يعني ديك 40 فص غنعمر عليه القرعه حتى لهنايا، حتى هنا غنعمر عليه. انتوما كتشوفوا بنياتي كنوريكم كيفاش غادي ديروا هذه الوصفه. هذه الوصفه مهمه مهمه جدا. غتعصروا هذا الحامض، تتشوفوا هذا الحامض ما ديروا ما لا والو الا الحامض والثوم، وغتكونوا تجيبوا الحامض خير الله وتجيبوا 40 فص الثوم وتنقيه وديروه في هذه القنينه وتعمروا عليها حتى هنايا القرعه، يعني القنينه تعمر عليها حتى هنا حتى الفم، وغنسدوا عليها. ما صافي درت العصير تاع الحامض ديال الليمون وغطيت هذاك 40 فص، اش غنديروا بنياتي؟ هذه الطريقه راه خاصكم تنتبهوا هنايا الطريقه وكيفاش غتستعملوها، راها مهمه مهمه جدا. غنديروا لها واحد الجورب، غنجيب واحد الجورب يكون لونه غامق بحال هكايا، يكون اسود ولا اي لون، المهم يكون لون غامق باش نحطوه فيها بحال هكايا. بحال كنحطو فيها بحال هكايا، نحطو فيها مزيان. اش غنديرو ابنياتي؟ غنسدو عليها وغنحطو في واحد المكان اللي كيكون مظلم باش هاد الجورب يحفظها من أشعة الشمس وأشعة الضوء، ما خاصهاش تشوف الأشعة الشمس لا أشعة الضوء مدة شهر. انتم تبعوا معي مدة شهر، ولكن كل يوم تجي ديك القرعه وترجيها بحال هكا، يعني كتحركيها بحال هكا وتحطيها في بلاصتها يوميا، تكون هي البلاصه قعدتيها. انا باش نعقدها باش نعاود نكمل لكم الشرح، يعني كل نهار كترجوها بحال هكايا وتحطها في المكان ديالها وتحسبوا لها مدة شهر. من بعد مدة شهر ان شاء الله اش غادي ديروا؟ غناخذوا القنينه ديالتنا بحال هكايا، ملي كتكمل الشهر اش غنديرو؟ ناخذ القنينه ديالتنا السيده اللي باغات العلاج ان شاء الله اش غدير؟ غتاخذ معلقه صغيره قبل الفطور بحال هكايا، معلقه ديال الحامض، يعني هانتوما ديال الحامض بحال هكايا ديال الحامض، معلقه قبل الفطور على الريق قبل الفطور بنصف ساعه، ومعلقه قبل العشاء بنصف ساعه يوميا، جوج معلقات مدة اسبوع. هانتوما عقلوا معايا، مدة اسبوع غتاخذوا معلقه يعني معلقه من هاد الليمون الحامض. هانتوما بنياتي كنشرح لكم مزيان، غنشرح لكم باش ما تكون عندكم حتى شي حاجه اللي هي تكون مانعه، يعني معلقه صغيره في الاسبوع الاول، جوج معالق وحده في الصباح قبل الفطور بنفس الساعه، ومعلقه في المساء قبل العشاء بنفس الساعه في الاسبوع الاول. في الاسبوع الثاني ان شاء الله غناخذوا معلقه كبيره غناخذوها بحال هكا معلقه كبيره قبل الفطور ثاني بنفس الساعه، وقبل العشاء بنفس الساعه في الاسبوع الثاني. وفي الاسبوع الثالث غادي توليو ديروا ثلاثه المعالق ديال هادو، كتزيدوا الكميه كل اسبوع، كتزيدوا الكميه كل اسبوع، كتزيدوا الكميه مده شهر، وغادي يبان لكم النتيجه ان شاء الله، راه نتيجه مرضيه ان شاء الله. غادي تكون كلشي التكيسات غادي تطيح لكم، ما تبقاش تكيسات في الغده الدرقيه، تكيسات في الثدي، في الرحم، في المبايض، اي تكيسات في الجسم ديالكم ما غاديش تبقى عندكم هاد التكيسات نهائيا بهذه الطريقه العجيبه السحريه، لانها مجربه ومضمونه. هاد الوصفه راها مجربه. نتمنى بنياتي يكونوا شفتوا النصائح وكيفاش حضرت الوصفه من اول الى الاخير. راه النجاح ديالها كما كنقول لكم في التحضير ديالها وفي الطريقه، وبغيت نجاوب لكم على شي اسئله قبل ما تجي الاسئله في الوصفه. تقول لي خالتي هاد الحامض يقدر لي اللي عندنا حنا التهابات او قرحه المعده ما نديروش الحامض؟ لا، هاد الحامض الا كانت اللي غنقول لكم هاد الوصفه غتستعملوا فيها عامة ديال الحامض، هو اللي غادي تاكلوه تشربوه، اما الفصوص تاع الثوم غتخلصوا منه ما غتاكلوش
فصوص ديال الثوم غتاخذوا غير الماء ديال اللي مرقد فيه الثوم، اللي مترقد فيه شحال من يوم الثوم هو اللي غتستعملوا. واللي غتقول لي عندي قرحه ديال المعده ما نقدرش نديرها، اللي عندها قرحه ديال المعده تشد المعلقه وتخففها بواحد نص كاس ديال الماء قبل ما تشربها على الريق، دير نص كاس على الماء ودير في هذيك المعلقه وتخلطها وتشربها. وحتى ايضا حتى قبل العشاء، يعني قبل العشاء بنص ساعه ثاني كديري هذيك المعلقه في نص كاس تاع الماء وتخلطها باش تفطر، ها ما تضرها لا المعده ان شاء الله بوالو. لان الا عندكم المشكله ديال العقيدات باش تعالجوا هذاك المشكل، لان هذا الدواء غادي يولي مثل انتيبيوتيك، مضاد حيوي طبيعي بدون مشاكل طبيه بدون اي مشاكل واي اعراض جانبيه. لان هاد الوصفه عطيتها لكم كمضاد حيوي غتعالج لكم هاد المشكل، وغادي يذوبوا هادوك العقيدات او كنقولوا حنا داك الولسيس، ما غاديش يبقى لكم اي منطقه في الجسم باذن الله. وبارطاجيو هاد الوصفه مع الناس اللي محتاجينها، وما تنساوش البنات كما كنقول لكم دائما ما تنساوش لايك الفيديو، راه كتستاهل هاد الفيديو كيستاهل، وهاد الوصفه كتستاهل يعني التعليقات ولايكات وحتى الاشتراكات، لان هاد الوصفه رائعه 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 لهاد المشاكل. والى اللقاء في فيديو اخر في وصفه اخرى باذن الله تعالى، والى اللقاء.